عزيزة تحكي كل شيء لكارتال. عندما تطلب بلقانة من عزيزة البقاء تبقى. يعد كارتال نفسه بأنه سيحل هذا الوضع. شيء يراه البلقان يجعله يبدأ في تذكر أشياء عن عزيزة. عندما رأى كارتال أن عزيزة محاصرة ينقذ الفتاة. يسقط شقيقه أثناء الدفع. يتحدث مع أخيه ويهدئه ويوجهه إلى أولاده. يريد بلقان أن يلعب مع ابنته لكن يلدس تمنعه. كارتال تأخذ عزيزة إلى منزل الغابة وهو منزل والدتها. يقضون الوقت وحدهم هناك. من ناحية أخرى تذكر بلقان أن عزيزة هي من حاولت قتله وهو غاضب من كارتال لاختطافه. على الرغم من أن آسيا غير مرتاحة إلا أنها تعلم أن كارتال مع عزيزة. يطلب من البلقان الابتعاد عن كارتال. يقول إذا أعطيتني الممرضة فلن أتطرق إلى كارتال فهذا سيفيدك. عندما تلتقي آسيا بإسكندر تعلم أن زوجته على قيد الحياة. ويقول إنه عندما يتشاجر شقيقان فإن والدتهما فقط هي التي تستطيع إيقافهما. شمال يسأل والدته وخالته لماذا لم يغادروا هذا المنزل. وعندما لا يحصل على إجابة يغضب منهما. بيربروس يدعو البلقان لعقد صفقة ويطلب منه إحضار حفيده معه. يلدز وتونة لا تريدان إرسال طفلهما لكن كوزي يريد الذهاب. ويقول لعمه أمي وخالتي يخفون شيئا ولن أعود إلى البيت إلا إذا أخبروني بذلك. كوزي يرى يجد في منزل بيربروس. يتحدث مع الطفل ويخبره عن أخته. حتى تلك اللحظة كان بيربروس يدعم يجد ضد جبال الألب. يسمع جده ورجله يتحدثان ويسمع أنهما سيقتلان يجد إذا انتهى. يتصل بعمه ويطلب منه حماية عزيزة عندما يعلم سرهم. ويتحدث أيضا إلى عزيزة ويطلب منها أن تخبر كارتال بسرها وتطلب الحماية. عندما لا تزال عزيزة لا تقول أي شيء لكارتال، كارتال يخبرها بسره. ويوضح أنه ساعد والده وغض الطرف عن عمله القذر لإنقاذ والدته التي أمر بالموت بقرار الطاولة، وأن والدته التي ظن الجميع أنها ماتت عاشت بسبب ذلك. عندما تقول عزيزة كل شيء، كارتال يعانق الفتاة من أجل المواساة. آسيا تراهم هكذا تعترف تونا أخيراً لام يلدز بأن والد كوزي هو عدنان. من أجل حماية كوزي من كل من ألكسندر وبيربروس قرر أن يخبره أنه ابنه. يلتقي عدنان الرجل الذي يعلم أن كوزي هو ابنه يصاب بنوبة غضب لكنه يتخذ إجراءً بعد ذلك. عندما تعود آسيا إلى المنزل وترى كارتال وعزيزة هكذا تتصل بالبلقان وتخبرهم بموقعهم. يطلب من كارتال ألا يفعل أي شيء سوى قتل عزيزة. يأتي البلقان لكن الثنائي يهرب. عندما يرى بلقان رسائل والدته مكتوبة له في المنزل يدرك أن المرأة على قيد الحياة ويصبح أكثر غضبا. هذه المرة أقسم أن يقتل كارتال أيضا. آسيا تجد والدتها لتوقفه بينما تحاول عزيزة وكارتال مغادرة هذا المنزل. يواجهون أوكان. يأخذهم أوكان إلى منزل بيربروس. يرتب لقاء مع بيربروس ويخرج الرجل من المنزل. يذهب كارتال وعزيزة بمساعدة يجت ويجمعانه معا. بعد حديث الأخت والأخت كارتال يدخل. يتفاعل ييجيت مع كارتال ويطرده من الغرفة. يجد لا يريد الذهاب. وبينما هم يتجادلون يأتي رجل بيربروس. بينما يريد عدنان التحدث إلى إسكندر تحاول تونا منعه لكنها تفشل. البلقان يطلب منه حساب ذهابه إلى والده وإخباره بوفاة والدته. الرجل يمرض. البلقان عندما لا يعطي والده دواءه يصاب الإسكندر بنوبة صرع ويموت عند قدمي البلقان. كارتال يشعر بالغيرة من عزيزة من البلقان. يواجه بيربروس وكارتال بعضهما البعض في منزل مفوض أوكان. يتساءل كارتال عن سبب وجود عزيزة هناك. تمكنوا بطريقة ما من الفرار. ثروة بيت أوكان يدل على أن الرجل يعمل لدى شخص ما.
تخبر عزيزة الجميع أنها ليست محتجزة بالقوة في جبال الألب وتذهب مع كارتال. كارتال يسأل عزيزة مرة أخرى إذا كانت تعرف الملاكمة أو أوكان. كان كوزي هو من دخل غرفة كارتال وشاهد اللقطات. يشاهد ملاحظة عزيزة ويسجلها بالفيديو ويرسلها إلى جده. يعرف بيربروس الآن من هي الفتاة. يقوم كوزي أيضاً بحذف الفيديو من الصور. في ذلك الوقت تم القبض عليه من قبل الكوسندر. يحبس جده الصبي في غرفته حتى لا يعرف أن بلقان على قيد الحياة. تونا تحبس يلبز في غرفة بينما تحاول فهم ما حدث. يطلب بيربروس من آسيا أن تذهب إلى جبال الألب وتخبرهم أنه يعرف سرهم الكبير الذي يخفونه عن الجميع. وذلك عندما علمت آسيا أن البلقان على قيد الحياة. بيربروس يتصل بالإسكندر ويطلب منه قضاء الكارتال. يعتقد كارتال أيضاً أن عزيزة أخبرت بيربروس بالحقيقة بشأن البلقان وتستجوب الفتاة. يأتي كوزي في اللحظة الأخيرة وينقذها بقوله إنه اكتشف الأمر وأخبرها لجده، لكنه يواجه عزيزة بالقول إنه شاهد المذكرة التي تركتها. عندما استيقظ ألكسندر، قرر أن كارتال سيكون رأس الأسرة. كارتال يعارض هذا، لا يريد لأخيه الذي يدمر الجميع أن يؤذي أحداً، حتى أن كارتال أخبر والده أنه يريد كسر الطاولة. كارتال يخبر الناس في المنزل أن شقيقه على قيد الحياة، وبينما يشعر البعض بالسعادة، يشعر البعض الآخر بالذعر. كوزي لا يريد أن يعيش والده. يلدز خائفة أيضاً. عندما تحاول عزيزة خنق زوجها بوسادة أثناء تواجده معها، تمنعها الممرضة. عند مشاهدة اللقطات، تجري كارتال وتوقف عمتها. البلقان الذي يعود إلى رشده يرى هذا المشهد. تسمع عزيزة من تونا ويلدز الذين يتحدثون في الغرفة أن كوزي هو طفل تونا. ويواجه النساء. يقول إنه يجب عليهم إخبار كارتال بذلك ويقول أيضاً إنه سيلتزم الصمت من أجل كوزي. من ناحية أخرى تسمع آسيا ما قاله جول بجانب سرير البلقان وتهدد المرأة. يطلب منها أن تخبره بما حدث في المنزل وأن تنتبه للممرضة. وتبين أن غولي الذي كان مع البلقان قبل دخوله السجن حملت منه، وعندما ذهبت إلى سجن الأحداث تزوجت من أحد الرجال. لدى ألبان حفيد آخر يعمل حاليا في الجيش، ولا يعلم الرجل الذي تزوجته ولا البلقان بذلك. فقط تونا وإسكندر يعرفان هذا السر. وعندما وصل بلقان قال إن سبب إصابته هو عدم قدرته.